السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لالا عراقي وشرح جديد من الفوتوشوب. النهاردة هنعرف ازاي نشيل الخلفية البيضة او احادية اللون بتكة واحدة من أداة الليثر تول. طبعا أداة الليثر تول بنيجي هنا ونضغط ضغطة طويلة، بنجيب ماجيك الليثر تول بنتك عليها كده، ونقوم جايين عند اللون أو الخلفية اللي احنا هنشيلها ونتك تكة واحدة بالشكل ده، بنشوف إنها الخلفية اتشالت تماما بالشكل دوت. ونيجي لو نجرب، ادي ده لون تاني. الأداة دي يا جماعة بتشتغل لما يكون الخلفية لون واحد، خلفية لون واحد بس. طيب لو هنا مثلا وجابت لي حاجة بالشكل ده، برجع طبعا كنترول زد وأقوم جاي هنا معلي الدرجة شوية وليكن إلى 25، وأقوم متك بالشكل دوت أهي ما ضبطتش. نرجع كنترول زد تاني ونعلي الدرجة مثلا ل 45 ونضغط، هتلاقيها ضبطت معانا بالشكل دوت. تمام. شوف حاجة تانية زي كده مثلا، ولو جينا ضغطنا هتلاقيها شالت كل حاجة. جينا هنا برضو، ده أكتر من تمرين علشان نعرف أداة الإليسر ماجيك إليسر تول هي يا جماعة. بنضغط ضغطة مطولة وبنجيبها من هنا، وبالتالي بيبقى معانا الشكل اهو فري بدون خلفية، نقدر نشيله ونسحبه ونحطه في أي حاجة تانية مثلا زي كده، ونصغر بالشكل دوت. تمام، وبكده يكون درسنا انتهى. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.